السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مراحل النضج الرقمي في الايزو 19650. مع نشر الايزو 19650 الجزء الاول والثاني في عام 2018، ظهر كذا سيناريو تنظيمي على المستوى الدولي والاتحاد الاوروبي ودول كتيرة، لان المعيار دوت اصبح هو المرجع الاساسي لجميع المعايير الاخرى. والايزو حط مخطط او اقتراح لمفهوم تجسيد ونضج البيم، وفي تقسيم اللي هو ان احنا عندنا ستيج 1 وستيج 2 وستيج 3. ستيج 1 ده اللي احنا كنا شغالين بيه قبل ما يظهر الايزو. ستيج 2 اللي احنا موجودين فيه دلوقتي اللي هو الايزو 19650 الجزء الاول والثاني والثالث والرابع والخامس وهكذا. الستيج 3 ده اللي في المستقبل، اللي احنا بنامل ان كل حاجه تتحسن، وممكن نشوفهم على مستوى المعايير او الستاندرد، مستوى التكنولوجي، مستوى المعلومات، مستوى البيزنس. فمثلا على مستوى الستاندرد كان في ستاندرد لكل دوله، ممكن ستاندرد لكل مدينه، ستاندرد لكل مشروع. دلوقتي لا، بقى في ستاندرد عالمي اللي هو الايزو 19650. التكنولوجي لاير في فايل موديل بيحتوي كل المعلومات وموجودة في الكوماند داتا انفايرمنت. في المستقبل هيبقى عهد كويري تقدر تتعلم عن المعلومات بشكل افضل. الستيج 3 مش واضح بالنسبه لنا لغايه دلوقتي، يعني منتظرين التكنولوجيا اللي هتبهرنا، لكن حتى الان مش موجوده. طيب الستيج 1 كان معتمد على الداتا، وكان في داتا ستراكشر منظمه، وفي ان ستراكشر اللي هي شويه صور فيديوهات مش قادرين ان احنا ننظمها او مش قادرين ان احنا نحطها في حاجات معينه ونستخدمها بشكل افضل. الستيج 2 بقى في عندنا اللي هو مع الايزو، بقى عندنا في فيدريتد انفورميشن موديل، في موديل مجمع في كل المعلومات بشكل قوي بشكل منظم مسمى باسماء كويسه، يعني بقى الموضوع اكثر نضجا. تمام، هو طبيعي ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3. الستيج 3 المفروض بقى ان العناصر هتبقى موجوده بشكل اسهل، وكل الفاميليز موجوده بشكل منظم افضل وهكذا. في برضو الفيدريتد انفورميشن موديل، وفي الاستراكشر موديل، وفي الانستراكشر موديل، بس هيبقى بيج داتا، كميه معلومات ضخمه. بالنسبه لللاير بتاعت البيزنس لاير، المفروض ان كل واحده فيهم بنستفاد بشكل افضل. يعني الستيج 3 دي معناها ان احنا بنستفاد بكل الداتا وكل المعلومات اللي موجوده في المشروع، مفيش معلومه احنا بناخدها غير لما بنستفاد منها بشكل قوي ونقدر ان احنا نوظفها بشكل افتراضي قوي. حتى الان ستيج 3 محدش قادر يوصله، حتى لما كنا بنشتغل بالباص مش بنشتغل بالايزو، كان ستيج 3 ده بيرمز للمستقبل، فما نقدرش نشرحه وما نقدرش نتكلم فيه، لان محدش حتى الان ادانا حلول معينه ليها. وكنا اتكلمنا عنها قبل كده ان هو ممكن يبقى كل المعلومات على السيرفر، كل المعلومات اونلاين، ممكن يكون كل الشغل كله على سوفت وير واحد، مش بتصدر من برنامج لاخر، لا كله بتتعمل في مكان واحد. لسه ان شاء الله ده في المستقبل هنشوف هيتعمل ازاي.